ما حبوش. السلام عليكم، قلت له انا راني ما نبعدش عليه الطفله زي. قلت لهم انا اما خير نعرس ولا نبقى انا في الخماش كيه. روحت كرشي حلق بذاك حبله اثنين جابتها قالت لي ترجع. قلت لها امي كاتبه صديق، قالت لي انا ما نعرفكش. انا قلت له بابا راه صار لي وصار لي وصار لي وصار لي وكل. قلت له من جرتك انت، من جرتك انت، قلت له صار لي وتشردنا عائله كامله، ما قعد حد في الدار، كنا كل عائله كامله تفرد. سوى لي وشني انا نحب يجي اسمع ريت انا وياه اسمع ريت انا وياه كي عرسنا على حسيره وفرشيه. قلت له لا حاجتي لا بذهب ولا حاجتي بصاله ولا حاجتي بيت نوم ولا حاجتي بحاجه. قلت له انا نحب نتهنى اكاهو ما حاجتي بحتى شيء. فهمت؟ هو اول ريت اول ما عرفته معني كتبنا صديق، قال لي بنتي ناس ريت الخدمه تنسيها. انا كنت نخدم في الشرقيه بحث الحوار التونسي يخدم هو، ريت يبدا عنده دينار يعطي مدهولي لي انا وخلي يروح هو بلاش. وما عندي حتى مزي، ما عندي حتى مزي. انا نحييك، انا ما عندي حتى مزي. اسمع انا مازلت سحبته راه مازالك تعرف ممكن هي وانا نبقى عريان هكا ها، خاطر مش يخزروا هي والعباد هذوم المجتمع، مش يخزروا المرت يلقاهم هانت شبيه رجلها او يخدم شبيه ما انت المرت. لا نخليها هي تلبس هنا عليه. انا ريت انا وراجلي عادي جدا. انا وانا صاحبت وانا صاحبت فهمت، وانا صاحبته عمره ما شد عليا فلوس، ريت وشهريته وانا صاحبته راه معناها معلش حتى بريسك جمعه رجعتينا مع بعضنا. ريت اي فلوس يدبرها يمدها لي يقول لي هذا مصروفك. اول نهار الساعه عرفته وقتها انا طلعت في المترو نخدم في اريانا فهمت. اول مره حسيت اختي ما عنديش فلوس داني خلاص خطه برجوليه راهي مقاينه قسما بالله. جاي هو حسين مشي خلاص قال له هاتيكي وبعث لي معاها 5000. اقسم بالله 5000 طول تفكرها والله انا شفتهم وما عنديش اللي في مخي. ايه بصراحه عجبتك بعثت لها 5000 ولا قلت امراه مسكينه ما عنديش خلاص؟ لا والله لا انا سايك اللي حطيتها في مخي عجبتني حطيتها في مخي وما عنديش اللي خنان كيما العباد الاخرى. الناس تبعث النمر وانت بعثت 5000 هو جاني من مهر دي. انا ديريكت انا شفتها عملت كيكة على العرس ديريكت خممت على ديك حتى هي زوالي وانا زوالي فهمت. هو جاني من الاخ فهمت. ما انا زاد قلت له من الاخر الناس قلت راني نتاع خروج ولاني نتاع صحبه قلت من الاخر عطيته من الاخر فهمت. عصير في ظرف ترفش في ثلاثة شهور بريسك قعدنا بعدك مشينا نكتبنا ازاي خاطر دارهم ودارنا مش حابين لا عليا لا عليه هو فهمت شنيا ولا تحديناهم مشينا كتبنا صديقنا وحدنا خاطر انا يعني كبيره فهمت. مشينا كتبنا صديقنا ومشينا كرينا على رواحنا وبعدك جاي ولدي والحمد لله. رجعوش العائله؟ لا لا دارنا سامحني هي اما خير توا بربي ما احلاكم والله ما احلاكم. تحبوا بعضكم فرحانين مع بعضكم ربي يهديكم نواره اش يحبوا اكثر من هكا عائلات؟ ما يحبوش ريت وانا عائلتي شورتهم قلت لهم راني هكا وهكا قالوا لي تو نخمم اعطيتهم جمع ياسر ولا لا. قلت لهم انا اما خير نعرس ولا نبقى انا في الخماش كيه. خسروا اللي من الاول قالوا لي باهي بعد كيكسو وهكا وهكا. قلت لهم انا اعطيتكم انا اربع جمعات هاي مش نمشي نكتب الزيقي انا راه مشيت علمت مشيت لها قلت لها بنت الناس غدوة رانا مش نكتبوا زيقنا كهو انا علمتهم امورهم وهي مشي نكتب زيقنا والحمد لله يا رب. وانت علمت داركم؟ علمتنا دار انا مشيت لبابا وجبته معايا لهنا لتونس وبعديك قال لي هاك اخواتك عرسوا واحد برا مشي عرس على روحك. قلت له بيه اوكي من وقتها اختي بايا شطبت عليهم فهمت شطبت عليهم بالوقت هذو وريت هذي عائلة هذي يحبوا ياخذوا لواحد اخرى واللي يحب عليه هم دار هو مش حاب عليه قال لي نحب عليك انت يعني رحنا تحدينا الناس الكل وعرسنا فهمت شنو هي تويك ساكنين على رواحنا اختي انا حبيت هذي والحمد لله والاخرى مش ما عجبتنيش في ظروف اخرى الاخرى وتقرب للراجل اختي انا ما نحبش انا حبيت فهمت. هو هي قالوا لك كيفاش تاخذ واحد جلاسيه فهمت هو جلاسيه بنت عمي هاي بنت عمي راس فهمت هذه كيفي وامه جندوبي امه ما حبتش عليا انا ودارنا ما حبوش على هذا. انا قلت لك تعرفش كيفاش نقعد احنا في الوسط برا خويا نكتبوا صديقنا ومولاها ربي كان حبوا يرجعونا مرحبا ما حبوش ربي معاه توك عندنا 3 سنين. معليش ما تحاولوش انتم اللي تراذيوهم يا بنتي مشينا مشينا باهي سمعني ريتي على الشابي اول ما بدا في الحوار التونسي مع عليه انا مشيت وجبت باباها اسالوا
بابا ما حبش. اها وانا حبله بولدي كرش على حلقي ومهزيت ولدي وانا حبله بولدي مشيت لدارنا بابا رجعني خلي اثنين جابتك ترجعك عملت ديميتو ورجعت هنا من نفس الكهرباء ما هبطتش من رجعني تويك اختي جبت عليهم الشاسي الكل اخواتي كلموني بيك وعليك ومش كباهي ودرشني شنو ال نعرفش ما نعرفش كيفاش عبد نعرفش المخ نتاعهم كيفاش ما فهمت تو انا قبل ما نعرف هذا وانا ملي انا صغير انا خرجت نخدم عمري صغيره تسمع بابي يحب على الفلوس ومش ناقص فلوس راهو لابس عليه ها هو سالي مش يعني واش ناقص فلوس مش عندنا في يقعد بوك هذيك حتى كان ياخذ فلوس كل قل له كلمه حلوه بالك يرضاو لعائلتي شكون هنا جبته قدام 20 الف مليون تونس ليه سي مشي على روحه تحت التراب تحت التراب عنده 3 سنين بوك توفى ما قابلتوش وما سامحكش من وقتها من الحوار التونسي هو ثنيه وانا ثني مشيت له كي توفى لا مشيتش سمعت به مريض ربي معاه ربي معاه ربي معاه انا ريت ابار هذوما الزوز ماش نعرف حد ابار ربي سبحانه ذاك قبل الناس الكل خاطر ريتو هذا نحيته عفست عليه عملت هك ايه انت سمع حكيت لك شيء انا تعرف جيت تخلي البنت على ابوها تقول مشي الله يرحمه ما يهمنيش فيه قلبي ميت اي قلبي مات ربي يقولهم لي الحاجه علاش ني خاطر بابا احنا جبنا 6 بنات واربعه اولاد بعدنا كنا نخدموا في الديار وبابا عنده غلام وعنده رزق وعنده ايش عماركم خرجتوا تخدموا انا اخر وحده انا بعثني عمي 10 سنين يجي ياخذ شهريه لا قريت حتى وحده فينا ما قريت قلت له بابا علاش ما قريتش قال لك لا احنا في صبر نعيب الطفله تقرا عندي عمي جايب 8 بنات و9 اولاد وكلهم قراوا وكلهم وصلوا كان احنا قرا الاولاد وقال لك البنات لا خلينا نخدموا في الديار فهمت خلينا نخدموا في الديار اختي خدمت 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 اللي سي ماينه بت في الشارع جعت تعريت تظلمت اليوم من هذا اليوم من هذا اي واحد يعرضني كش عليه وانا نقول ديما نقول ربي يهدي وما نحبش نقول الراجي اي واحد مع ثاني يقول لي كلمه نقول برك فيها على مولاه فهمت شنيا ما عندك علاش تسكت له ليك يا شالي ما انا اللي نحب انا ريت له كي نخرج انا ولدي ما نحبش نعمل الدوينه مع حتى حد اختي قلت المكثرين ديما نخاف على ولدي نقول انا ما يسالش ما انا ولدي هذاك عندي ولدي بالدنيا فهمت شنو ما بدي راهو بالحق ريت احنا ريت انا اللي ريته في حياتي حتى اللي جابوها في شو اسمه مع جعفر القسمه هذيك سمع حتى شيء قصتها راه سمع حتى شيء قريت علاش انا قلت لك راجلي قلت انا نحرسوا قريت قلت له على حصيره قعدنا عام في الشتاء تنبك الشتاء نرقدوا على حصيره الحصيره وفراشين تغطوا بها الزوز ونقوم الاربع متاع الصباح وكرشي لحالقي ونمشي نخدم وراجلي مرض ورقد في سبيطار محمود الماتري وانا نمشي من الخدمه نتعدى راجلي وكرشي على حلقي ودارم حتى واحد ما هز تليفون وقال لي يرحم والديك طفلك عملتيه مع راجلك ما عندي حتى مزي عليه راه وانت تحكي هو مسكين مقبله يغزر لك شو حتى عينيه دمعت يغزر لك بالحق قد يحبك راجلك ما شاء الله ربي دوم عشرت تعرف علاش سامحني انا وراجلي الحمد لله يعني مسطورين وعايشين اما ريت امنيتي ديما راجلي معناها ديما راه حاجه ما خير نقول يا ربي ان شاء الله ربي يعطينا دويره باهيه يعطينا رزق باهي فهمت شنو ساعات نشوف عباد نقول والله ساعات تصور ابسط حاجه عندي صاحبتي عندنا مع بعضنا 20 سنه صحبه كي نمشي لدارهم كي نمشي لدارها ان معناها نشوف صاله ونشوف بلازما ونشوف درشني ودرشني درشني صحيح نحسها ما عندي نقول حسوب بقلاليها انا عشت حياتي الرزاق رب الرزاق ربي سبحانه فهمت شنيا يشري بالفلوس ولا كان بيع ليه بالفلوس كونتو ليه مشي نحكي ليه مشي نحكي ليه قول لي امك اخوتك اتصلت بي انا قلت لك امي روحت كرشي حالقي بذاك حبله اثنين جابتها قالت لي ترجع قلت لها امي كاتبه صديق قالت لي انا ما نعرفكش ما تخممش وتخاف لا يعاود يصير السيناريو اللي صار مع ابوك بوك اللي توفى وما رضاش عليك وما قابلتوش بعضكم انا قلت له بابا راه صار لي راه صار لي وصار لي وصار لي وكل قلت له من جرتك انت من جرتك انت قلت له صار لي وتشردنا عائلة كاملة ما قعد حد في الدار كنا كل عائلة كاملة تفرطت حتى اخواتي انا اخواتي هزوا التليفون وسمعوني الكلاب ها وراجل اسالي في انت ما في بيك في عليك في درشني هذا ما اخواتي راه مش عابك اجي حد براني والله كان ما طيبنيش اما هذوما اخواتي انا ولاد امي وباب عاد اختي كاش عليا والله اش علي وانت داركم ما حاولتش تراضيهم حبيت ما حبوش السلام عليكم قلت له
انا راني ما نبعدش عليها الطفله زي انا حبيت دخلت راني ما نبعدش عليها مهما يكون السيفه ومهما يكون مش تعملوه انت راني ما نبعدهوش. اختك اللي كنت حكيت لي عليها في اول الحوار وقلت لي هي اللي ضربت على خاطرها شكون وشديت الحبس وين؟ في حمام لم اتصل بيك تسال على حوالي. هاي شفتك ولا مشكلتها هذوما هذيا راني ما نبعدش عليها مهما يكون الثمن وحو عملوا لي اللي يقربوا لنسيبي كل شيء عملوا لي والحمد لله يا ربي وما نبعدش عليه.